نحو ربع قرن على ولادة بريكس، تحالف ذو وجه اقتصادي وباطنه مليء بالسياسة، يراه طرف خلاصا من هيمنة الغرب، ويراه آخر وجها جديدا للكوميكيون، ذلك التحالف الاقتصادي الذي أداره الاتحاد السوفيتي بالحديد والنار. في البدء كانت فكرة، والفكرة كانت في نيويورك خلال اجتماع الجمعية العمومية، عندما اجتمع وزراء خارجية 4 دول واتفقوا على شكل من أشكال التحالف. ثم جاء عام 2009 ليولد بريك على أرض روسيا، ويقف زعماء روسيا والهند والصين والبرازيل يدا بيد أمام العالم. عام 2011 صار بريكس بانضمام جنوب إفريقيا ممثلة للقارة السمراء. توالت بعدها القمم حتى أصبحت 14 قمة آخرها قبل عام. لدول بريكس ثقل سكاني وجغرافي واقتصادي، فقرابة نصف الأرض تحت أعلامها وثلث اقتصاد العالمي من خزائنها بدءا من العام 2017. بدأ التحالف يلفت انتباه العالم أكثر، فعمدت الدول إلى حضور مؤتمراته والمشاركة بصفته مراقب قبل أن تظهر هياكل اقتصادية منافسة لهياكل غربية مثل بنك التنمية الجديد وصندوق احتياطات الطوارئ. مع اشتعال الحرب في أوكرانيا ازداد اهتمام دول الجنوب بالتحالف ليكون هذا العام عاما للتهافت، ف12 دولة أبدت رغبة في الانضمام إلى بريكس بانتظار قمة جوهانسبرغ في آب أغسطس المقبل لاتخاذ قرار مصيري بتوسيع مظلة التحالف. معنا الآن من دبي دكتور خالد الوزني، أستاذ السياسات العامة المشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأرحب بضيفي كذلك من باريس دكتور رامي الخليفة العلي. أهلا بكما دكتور خالد. سأبدأ معك، ذكرت لعل من الحصافة أن تشارك فيه دول الاقتصادات الناشئة عبر التقدم إلى عضوية منظومة بريكس. من وجهة نظرك، ما توفر هذه العضوية من ميزات حالية وفي المستقبل لدول تبدو مهتمة بالانضمام إليها؟ شكرا أخي طارق. الحقيقة عندما نتحدث عن بريكس اليوم نتحدث عن النظام العالمي الجديد. لا شك أنه اليوم الكتل الاقتصادية أصبحت مطمع للعديد من دول العالم، وخاصة الاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى ما يسمى بالاعتمادية المتبادلة، تحتاج لديها فجوات معينة سواء في مجال الغذاء أو الطاقة أو حتى في المجالات الصحة أو التعليم، ومقابل ذلك لديها فوائد تريد أن تلتزم أو تنتسب إلى مجموعة تؤهلها لأن تتبادل معها وفق اعتمادية وليست تبعية. نظام التبعية السابق الذي بنيت عليه الأنظمة السابقة والتكتلات السابقة أصبح غير موجود. التطورات العالمية لا شك التي نشهدها اليوم، وخاصة في نظام التسويات المالية التي يسيطر عليها في كثير من الأحيان، العقوبات المالية التي تمنع الدول من التحرك بحرية في تسوية تجارتها الخارجية و تسوية احتياجاتها المالية، مسيطر عليه من قطب واحد، وبالتالي تبحث هذه الدول عن مخارج مختلفة. ولعل بريكس اليوم يشكل النافذة الأكبر إذا صح التعبير لهذه الدول لتحقق ما يسمى بالانترديبندنس، الاعتمادية المتبادلة بدل التبعية. نعم دكتور رامي الخليفة العلي، هناك رأي يقول بأن الأسطورة التأسيسية للاقتصادات الناشئة قد تلاشت وهي اليوم تشهد لحظتها الجيوسياسية. لأي مدى هذا الرأي فيه شيء من الواقعية أو ربما من المبالغة، نظرا لأن هذا التحالف الناشئ الذي يمضي ويتوسع في المستقبل بات منافسا كبيرا ربما للمنتديات المالية والسياسية الدولية القائمة؟
أهلا بك طارق، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. في الحقيقة باعتقادي أن هذا الهدف بعيد المنال، لا شك بأن هذه الدول ترى بأن هنالك هيمنة للقطب الواحد، وبأن هنالك عالم غربي من الناحية الاقتصادية يهيمن ويسيطر وهو قادر على معاقبة أطراف كثيرة. الحقيقة ما حدث خلال السنوات الماضية من العقوبات القصوى ضد إيران فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وليس بقرار من الأمم المتحدة، ثم أخيرا الحرب في أوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة التي فرضت من الدول الغربية على روسيا، كل ذلك لا شك بأنه يدفع كثير من الأطراف التي ليست علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست بأفضل حال، وبالتالي تريد أن يكون هنالك شبكة أمان إذا جاز التعبير من خلال تعميق علاقاتها الاقتصادية بالدرجة الأولى، ثم العلاقات السياسية مع هذه الأطراف المتمردة على النظام الاقتصادي والمصرفي العالمي. لكن هل يمكن الوصول بالفعل إلى ذلك؟ باعتقادي أن هذا الأمر بعيد المنال. ربما أختلف مع ضيفك من أن هنالك معالم لعالم جديد، باعتقادي أن هذا الأمر بعيد المنال. لو أخذنا دولة كالصين على سبيل المثال ونظرنا إلى علاقاتها الاقتصادية مع دولة أخرى في البريكس مثل البرازيل أو روسيا وعلاقات الصين مع الدول الغربية، لنجد أن الفارق شاسع وكبير للغاية. فقط ديون الخزينة لسندات الخزينة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز المليارات، مئات المليارات من الدولارات. هذا مثال ضمن مجموعة كبيرة من الأمثلة. علاقة هذه الدول مع الدول الغربية هي أكبر بكثير من علاقاتها فيما بينها. لا شك بأن هنالك رغبة بشبكة أمان، لكن ما زال هذا المولود جنين، وما زالت فكرة أن يكون هنالك عالم جديد وفقا لأسس مختلفة ووفقا لآليات عمل مختلفة، ما زال هذا الأمر بعيد المنال. نحن بعيدين جدا عن ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية والدول السبع ما تزال تهيمن على الاقتصاد العالمي، وعلاقتها مع هذه الأطراف هي أهم بكثير من علاقة هذه الأطراف فيما بينها. نعم. طب دكتور خالد، في هذا الإطار بنك تنمية جديد في العام 2014، برأيك هذا نموذج قادر أن يتحدى البنك الدولي ويمكن أن يكون بديلا كذلك عن صندوق النقد الدولي، أم أن ذلك حلم بعيد المنال برأيك؟ يا سيدي، أنا أتفق مع الدكتور رامي. نحن لا نتحدث عن إطار زمني سنوات قليلة، نحن نتحدث عن إطار زمني لا يقل عن 20 عام، قد يكون ذلك بحلول عام 2050، أنا أعتقد حتى قبل ذلك. اليوم ليس مقصود بالترتيبات الجديدة سواء البنك التنمية الجديد كما أسمته بريكس أو الترتيبات الطارئة التي وضعتها أيضا منذ عدة سنوات، ليست منافسة بأي شكل من الأشكال لما هو موجود، وإنما هي بديل مناسب، هي توفر للدول التي تعتقد أن هناك مخرج آخر دون الحاجة إلى الالتزام بالوصفات الجاهزة، سواء تحدث في عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، يمكن الخروج من ذلك. ولكن في كل الأحوال حتى هذه الترتيبات لن تكون سهلة ومباشرة ودون ترتيبات أيضا تؤدي بالدول إلى معالجة تشوهاتها. هذا في النهاية بنك تنمية يعمل بوفق أسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما شابه، وبالتالي أنا بعتقد أنه القضية ليست قضية يوم وليلة وينتهي كل شيء، لا، إنما الاستشراف المستقبلي الحقيقي يقول أن العالم سينطلق انطلاقة مختلفة، وخاصة في التسويات المالية. سيطرت الولايات المتحدة عبر العقوبات على العديد من الدول ثم انتقالها لعقوبات على دول كبيرة مثل روسيا، هذا أضر كثيرا بنظام التسويات العالمي القائم سواء من خلال سويفت أو غيره، مما حدا بكثير من الدول أن تفكر ماليا بأنها قد تكون في يوم من الأيام أيضا عرضة لمثل هذه العقوبات الجائرة في كثير من الحالات. أنا بعتقد أنه الموضوع موضوع استشرافي بالدرجة الأولى، وأن هذه الترتيبات الجديدة ستأتي أكلها في خلال 15 سنة القادمة على أقصى تقدير. علينا أن لا ننسى أخي طارق ودكتور رامي أنه اليوم نتحدث عن ثاني أكبر اقتصاد عالمي في هذه المجموعة، الهند ستصبح ثالث اقتصاد عالمي قريبا، لا بل أن الصين بحد ذاتها هي أكبر اقتصاد تجاري عالمي بالتبادلات التجارية إذا أخذنا هذا المنظور بعين الاعتبار. وبالتالي ليس الحديث عن تحولات آنية في الترتيبات العالمية،
وإنما أعتقد أن خلال 10 إلى 20 سنة على أقصى تقدير كل هذه الترتيبات ستأخذ مجراها وستكون لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي. طيب دكتور رامي، إذا كان أحد الدوافع الأساسية لتلك الدول التي هي أعضاء في البريكس وتلك الدول المتوقعة أن تلحق في المستقبل في هذا التكتل اشتراطات ربما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك موضوع ومسألة العقوبات التي ظهرت في الحرب الروسية على أوكرانيا، دافع أساسي أو بين الأسباب التي تدفع إلى الانضمام إلى هذه التجمع، برأيك ما هي أو أين هو موقع مكانة القيم والمعتقدات الخاصة بكل مجتمع في تغير وجهة نظر الجنوب نحو الغرب وبحثه عن تكتل يحتفظ له بخصوصيته وينمي في الوقت ذاته من قدراته؟ أعتقد أن ذلك ليس بالسهل، ربما في إطار القيم يمكن القول ذلك، ويمكن حتى في الإطار الفلسفي والنظري، ولكن تطبيق ذلك على أرض الواقع مسألة في غاية الصعوبة وفي غاية التعقيد. أولا حقيقة هنالك خلافات سياسية، هذه الدول ليست متشابهة سياسيا، النظام في الصين يختلف عنه في جنوب أفريقيا، يختلف عنه في الهند، ويختلف عنه في روسيا، وبالتالي من حيث البنية السياسية هي أنظمة مختلفة وتنحو باتجاه الدكتاتورية في بعضها على الأقل. طبعا الهند ربما حالة خاصة باعتبارها والديمقراطية في العالم، هذا من جهة. من جهة أخرى العلاقات الاقتصادية فيما بينها أيضا هي علاقة صعبة، هي منتشرة في كل أصقاع الأرض من الشمال إلى الجنوب في أمريكا اللاتينية وفي غيرها، وبالتالي هنالك الكثير من العوامل الطارئة التي تفتقد إليها بالمقارنة مع ما هو موجود في التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما كان قبل ذلك، ولكن على الأقل يمكن تأسيس نظرية اقتصادية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وفقا لأنظمة سياسية متقاربة فيما بينها، وفقا لمنظومات اقتصادية تم تأسيسها، وفقا لبنى ومؤسسات تم العمل عليها خلال كل السنوات الماضية، وبالتالي هذه الأنظمة الجديدة أو هذه المؤسسات الجديدة التي يراد أن تكون بديلا على الأقل ربما خلال العقود القادمة، إلى الآن باعتقادي أنها ما تزال هشة للغاية، وأمام حرب باردة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفات بدأت تنشأ في المحيط الهادي وفي غيرها من المناطق على مستوى العالم، باعتقادي أن إمكانية الوقوف أمام الموجة تبدو إمكانية صعبة للغاية، وتحدث هنا عن الموجة الغربية. لذلك باعتقادي أن هنالك رغبة تقودها بالأصل الصين التي هي بالفعل هي الأقوى وهي القادرة على التأثير على الأطراف. نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، طبعا هنالك رفض لكثير من الدول للهيمنة الغربية، للقوانين الأمريكية، للسطوة الأمريكية التي استطاعت أن تعزل بعض الدول عن نظام المصرف العالمي، نظام سويفت كما أشار ضيفك الكريم، ولكن أن يتم استبدال هذه الهيمنة بهيمنة صينية لا تقل ضراوة. مشروع الحزام والطريق على سبيل المثال الصيني هو مشروع يعمد إلى التدخل وتربيط وتقييد الدول التي يتعامل معها عبر ديون كثيرة، والآن هنالك شكوى مريرة من بعض الدول الأفريقية وبعض الدول في أوروبا، وبالتالي استبدال مهيمن بمهيمن آخر لا أعتقد أنه حلا يمكن أن يرضي كثير من الأطراف، وبالتالي هنالك الكثير من النقاط السلبية وهنالك الكثير من العوائق التي تقف أمام هذه الدول من أجل إنتاج منظومات، أضف إلى مسألة التواصل الجغرافي ومسألة التواصل السياسي وما إلى ذلك، كل هذا الحقيقة عليه الكثير من إشارات الاستفهام. أيضا نقطة جديرة بالاهتمام أن بعض الدول هي أصلا حليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي تدخل في تحالفات معها، وخصوصا الهند التي لديها علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يبدو المشهد واضحا، يبدو المشهد في كثير من الأحيان ضبابيا، هنالك آمال، هنالك طموحات، هنالك رغبة متمردة، ولكن ذلك لا يعكس إمكانية أو تحقيق على الأرض، منجز على الأرض يمكن الإشارة إليه بالبنان حتى الآن سوى النوايا الطيبة. طب هنا دكتور خالد، يعني في إطار الطموح لهذا التكتل الذي سيشهد ربما توسعا لم تتضح بعد المعايير، هناك اجتماع مقبل في أغسطس المقبل، هل سيكون من السهل من اليسير أن تنفصل هذه التكتل في حال اتساعه عن الاقتصاد الغربي المعتمد على الدولار وأن تكون ربما له عملته الخاصة في النهاية؟ تتصور أن هذا أمر ممكن، وإنما نرى المساهمات في بنك التنمية الجديد تعتمد بشكل أساسي على الدولار.
يا سيدي، مرة ثانية، هو القصة ليست قصة البدائل وليست قصة البعد عن الهيمنة فقط. القصة هي في اعتقادي المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى، وبالتالي غير مقصود بهذا الترتيب الانعزال تماما عن الكتلة الغربية أو عن الولايات المتحدة الأمريكية، بقدر بناء مصالح مشتركة تجعل هذه الدول تشعر بأمان أكبر في تعاملها في التبادلات التجارية المختلفة. معظم هذه الدول لها علاقات تجارية مع أوروبا ومع الولايات المتحدة، نعم، ولكن أيضا لها مصالح اقتصادية أكبر فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين الصين وروسيا ومكونات البريكس. وبالتالي أنا بعتقد أن القصة الجديدة هنا أننا نبني تكتل مبني على المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى أكثر منه على المصالح السياسية. علينا أن نتذكر أيضا أن مكونات هذا التكتل الجديد، وآخر تقرير يتحدث ليس فقط عن 12 دولة، يتحدث عن 20 دولة تقدمت لأن تكون جزء من هذا النظام، من التسويات المالية والنظام التجاري. ومعظم أو كل هذه الدول لديها تشكيلة ديموغرافية شابة تجعلها هي مستقبل التبادل التجاري، في مقابل أن أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من ديموغرافية مختلفة، aging population، كبار السن مستواها وعددهم ونسبتهم أكبر بكثير من القوة الشرائية الموجودة في الكتلة الجديدة. أنا بعتقد أن ليس الحديث هو عن بديل بقدر ما هو الحديث عن نظام موازي يساعد الدول على تحقيق ما يسمى بجودة الحياة لشعوبها، ويحقق لها في نفس الوقت الأمان الكافي في التسويات المالية، العقوبات على سوريا وسابقا على العراق أو غيره كانت شيء، لكن عندما تبدأ العقوبات بتطرح على الدول الكبرى تجعلها تفكر بطريقة مختلفة للخروج من أزمة عقوبات قد تطالها في أي لحظة كما حدث مع روسيا. وبالتالي نحن نتحدث عن كتلة أساسها المصالح الاقتصادية قبل المصالح السياسية، ومكوناتها أو ممكناتها الديموغرافيا والجغرافيا، وحتى كما أشرتم في التقرير مستوى التبادل التجاري فيما بينها ومستوى سيطرتها على التبادلات التجارية العالمية. نتحدث اليوم عن الثلث، لكن أنا أعتقد إذا اكتملت الحلقات بانضمام العشرين دولة الأخرى سنتحدث عن كتلة قد تفوق مجموعة العشرين وليس مجموعة السبع، وسنتحدث حينها عن نسب عالية من التبادلات التجارية بين هذه الكتل، بغض النظر عن الحزام والطريق وبغض النظر عن العلاقة مع القوى العظمى سواء روسيا أو الصين، إنما نتحدث عن مصالح اقتصادية أساسية في اتخاذ القرار في الانضمام لهذه الكتل. والأهم وأخيرا هو أن يصدر نظام تسويات مالي جديد، لأنه في لحظة من اللحظات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن الدولار عملتنا ومشكلتكم، يعني العالم مشكلته الدولار لكن هي عملة الولايات المتحدة الأمريكية. العالم اليوم وخلال العقدين القادمين باعتقادي سينفصل عن هذه المشكلة عبر آلية جديدة تساعد على تسويات لا تدخل في مشاكل إذا صح التعبير، أو تحديات عدم القدرة على تحصيل تسوياته المالية أو تسوياته مع العالم الخارجي. طب هنا دكتور خالد، يعني لا ترى أي إشكاليات آنية اليوم أو مستقبلية؟ يعني عند النظر إلى مستوى النمو الاقتصادي أو ربما النمو المستدام، تجد الصين تأتي في المرتبة الأولى بالمقارنة مع الأعضاء الحاليين في بريكس. لا تعتقد أن ذلك يعني هناك فجوات كبيرة عميقة تخلق إشكاليات؟ يا سيدي، خلينا نطلع على ما يسمى بالنمو الاقتصادي العالمي للمجموعة ككل. هي الأعلى نموا والأكثر اضطرادا في النمو، مقابل نمو لا يتجاوز 2% أو أقل من 2% فيما يتعلق في دول أوروبية وحتى الولايات المتحدة. هذه الدول تستطيع أن تبني اقتصادها، لأنه الحقيقة العالم كله شهد أن التكتلات عندما تبنى ترتفع نسبة تبادلاتها التجارية فيما بين بعضها البعض بما يزيد عن الضعف. الاتحاد الأوروبي نموذج قبل إنشائه وبعد إنشائه، الآسيان، مجموعة شمال أمريكا، كل التكتلات العالمية تبدأ بأرقام متواضعة أحيانا وترتفع بشكل كبير بعد بناء
مثل هذه التكتلات. هذه الاقتصادات اقتصادات استهلاكية، اقتصادات فوائد مالية استثمارية كبيرة، وبالتالي احنا نتحدث عن نظام جديد له مصالحه الاقتصادية أكثر من مجرد الحديث عن المصالح السياسية. أخي طارق، نعم. طب هنا دكتور رامي، يعني معظم ما يعني يقرأ عن هذا التجمع وما يطمح إليه في المستقبل مع أعضاء جدد، يعني خاصة في وسائل الإعلام الغربية أو في إطار التحليلات، دائما ما يوضع الجانب السياسي وتظهر التخوفات وأن على الولايات المتحدة ومعها باقي الدول المتحالفة معها أن تتصدى له بشكل أو لآخر. هل التضخيم من هذه المخاوف برأيك هي واقعية أم أنها ربما لقطع الطريق أمام أن يكون لهذا التكتل سطوته وأن يؤسس كما ذكر الدكتور خالد لشكل آخر من التسويات المفيدة لجميع الدول والتي تحقق المنفعة دون اشتراطات وأن تستمر في إنجاز تنمية مستدامة بدون أي اشتراطات ربما سياسية أو ضغوط؟ بكل تأكيد أن الدعوات في العالم الغربي هي لمواجهة الصين أكثر منه لمواجهة تكتل البريكس. هنالك إدراك بأن هذه الوحدة ظاهرية أكثر من أن تكون حقيقة واقعية. كما تعلم وكان لي شرف المشاركة معك طارق في أكثر من مناسبة للحديث عن الدول الأوروبية وعن اشتراطات الدول الأوروبية لقبول أي عضو جديد. هذا الأمر غير موجود، هذا الأمر بالنسبة للبريكس هو لقناعات سياسية أكثر من كونها حالة اقتصادية يمكن دراستها بعمق أو وضع سياسي يمكن أيضا دراسته بعمق من قبل كافة هذه الأطراف، وإنما هي ميول سياسية تظهر هنا وهنالك. أكثر من ذلك طارق، أنه على سبيل المثال عندما تعرضت وتتعرض روسيا إلى عقوبات كبيرة من قبل الدول الغربية، الاقتصاد الأكبر وهو الاقتصاد الصيني لم يستطع أن يفعل الكثير لروسيا، وهنالك شركات في روسيا شرفت على الإفلاس دون أن يكون هنالك مد ليد العون من قبل هذه الأطراف، لأنها بكل بساطة تخشى بأن تضم أو أن تضم إلى الدول المفروض عليها عقوبات من قبل الدول الغربية بشكل عام. هذا يعطيك مثال إلى أن هذا التكتل ليس حقيقيا، ليس بالمعنى الحقيقي، ليس هنالك تضامن حقيقي، بل أن دولة كالهند على سبيل المثال تحاول استغلال قطاع الطاقة في روسيا من أجل تحقيق أكبر مكاسب، وهي تبيع الدول الغربية لمنتجات النفط الروسي. وبالتالي باعتقادي أن نعم هنالك تخوف من الصين بالدرجة الأولى، تخوف من أن تكون هي المهيمنة في الفترة القادمة، ولكن لا ينظر بعين الجدية إذا شئت من قبل صانع القرار إلى هذا التكتل، ينظر بأنه حالة سياسية، خطاب سياسي، محاولة للقول بأنه يمكن الوصول إلى نموذج موازي للدول الغربية، ولكن هذه الأطراف نفسها هي المتفاعلة مع الدول الغربية، مع الاقتصاد الغربي الذي يمثل في بعض الأحيان سوقا كبيرا للاقتصاد الصيني أكبر بكثير من أي سوق آخر. وبالتالي باعتقادي أن من المبكر القول أن هنالك شعور لدى الدول الغربية ولدى صانع القرار في الدول الغربية، شعور بأن هذا التكتل يمكن أن يمثل خصما أو يمكن أن يكون خطرا محدقا بالاقتصاد الغربي أو بالمنظومة السياسية الغربية. طب هل يعني ذلك في المقابل أن إمكانية التعاون واردة في هذا الإطار بدلا من أن يتحول التكتل الجديد في من وجهة نظر غربية إلى خصم محتمل؟ كتكتل لا، لا أعتقد أن هنالك إمكانية بالفعل للوصول إلى أي درجة من درجات التعاون، لأن هنالك الكثير من العوائق سواء السياسية أو الاقتصادية حتى بحد ذاتها. ولكن مع أطراف هذا المنتدى إذا شئت، مع أطراف هذه المنظومة، نعم يمكن ذلك، وهذا ما يتم بالفعل، التعاون مع الصين، مع الهند، مع البرازيل، مع الدول الأخرى، وحتى مع الدول التي تريد أن تنضم إلى دول البريكس. باعتقادي أن هذا قائم بالفعل، بل إن العلاقات الاقتصادية ما بين هذه الدول فرادى مع المنظومة الغربية، مع الدول الغربية، هي بالفعل أكبر بكثير من التعاون فيما بينها. وبالتالي باعتقادي أن إمكانية التعاون موجودة وقائمة وتتم بالفعل، لكن كمنظومة لا ينظر إليها بعين الجدية من قبل الدول الغربية. نعم، أنا أشكرك من باريس دكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية، وأشكر كذلك ضيفي من دبي الدكتور خالد الوزني أستاذ السياسات العامة المشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. شكرا جزيلا لكما.